وسط خمهير نائبة جهوية اتحاد المرأة بنابل. اليوم عندنا المؤتمر الجهوي 14 لنيابة نابل تحت عنوان المرأة نضال وتحدي، واحنا بالحق المرأة توا يلزمها تناضل وتحدي، واحنا من بكري كاتحاد المرأة قاعدين نناضلوا. ان شاء الله اليوم عندنا تركيبة جديدة في النيابة، البعض منهم من قدم لكن التركيبة اغلبها جديدة. حضروا معنا ليشرفوا على المؤتمر 5 من المكتب التنفيذي مدام السيدة راضية الجربي، هي متغيبة على خاطر لظروف كونها مسافرة في خارج، اللي هي المؤتمر يشرف تحت إشرافها، عقدنا المؤتمر تحت إشرافها، لكن رئيسة المؤتمر هي عضو مكتب تنفيذي مكلفة بالعلاقات الدولية. وضعية المرأة اليوم؟ والله وضعية المرأة فيها وعليها سخطو في العنف ضد المرأة. رانا قاعدين كاتحاد احنا نقاوموا في الحكاية هذية، قاعدين نعملوا في أنشطة تحسيسية، في أنشطة توعوية، قاعدين نناضلوا. كنا 24 ولاية تناضل، عنا استراتيجية موحدة احنا في الاتحاد الوطني للمرأة، خاصة العنف ضد المرأة اللي هو قاعد يتزايد رغم القانون عدد 58 اللي معناتها طلع في سنة 2017 وتفعل في سنة 2018. رغم القانون هذايا ما زالت المرأة تتعنف، وما زالت المرأة في الريف، في الأرياف مسيكنا تموت في التراكتور وفي الكاميون. هذايا هو اللي قاعدين معناتها نجاهدوا بكلنا معناتها اتحاد ككل في الموضوع هذايا.